بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اشتقت لكم يا أحلى خوات بالدنيا، وحشتوني. حياكم الله معاي بروتين يحبوا قلبكم كذا. أنا بادي الروتين الصباحي من الليل، بنظف مطبخي معاكم. بس بديت أول شيء بالقلاية، كانت مرة وسخة. أحط 3/4 القلاية مي، أحط عليها شوية ملح الليمون، شوية صابون سائل تبع المواعين، وأدخلها مكانها تشتغل مدة ثلث ساعة، وبعدين أغسلها. الجزء الشبك اللي فوق أدخله لجلاية المواعين، والطاسة اللي تحت أغسلها على إيدي. تمام. طيب قبل ما نبدأ الروتين، أنا حابة أعرفكم على قناة موني شانل، ست مصرية كذا. قناتها مرة جميلة يا بنات، هي متنقلة بين السعودية ومصر، روتينات، طبخات، أكلات. بخلي لكم رابط قناتها في صندوق الوصف أول كومنت مثبت. يلا كذا متابعاتي الجميلات، شرفوني عندها وارفعوا راسي، روحوا عندها. بخليكم تعرف، بخليها تعرفكم عن نفسها. السلام عليكم، ازيكم حبيبات ام سارونا الجمال؟ بجد الف الف شكر لذوقك لاستضافتك لقناتي. يا رب ابقى عند حسن ظنك وعند حسن ظن متابعاتك المحترمات. اختكم موني تشانل، مصريه مغتربه هنا عايشه في السعوديه وتحديدا الرياض. بحب بقى ايه اشارك معاكم وصفات الطبخ، بحب اعمل كل حاجه جديده او قديمه، الطبخ بقى المصري الخليجي الايطالي. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات حلو وحادق كتير جدا باذن الله. ده الجزء اللي يخص المطبخ ويخص اي ست على وجه الارض. بعدين تاني حاجة تنسيقات بتاعة البيت، بحاول ان انا كل فترة كده ان انا اجدد في تنسيقات البيت عشان الواحد ما يملش وعينه ما تتعودش على حاجة معينة وينحس بالزهق. فبعض ايه اعمل تنسيقات كده واغير في شكل البيت، في شكل الحاجة من نفس الحاجات اللي متاحة عندي في البيت. بشارك معاكم روتينات صباحية روتينات مسائية، بحاول اسعى جاهدة على رأي ام سارونا الجميلة ان انا اخلي بيتي دافي، هي جو حلو لاولادي ولزوجي، احنا عايشين بيهم وليهم، ربنا يبارك لنا فيهم وفي اعمارهم يا رب. بحب ان انا اشارك معاكم يومياتي وروتيناتي، اي حاجه جبتها جديده بحاول ان انا اجربها واقول لكم رايي فيها بمنتهى الامانه. وطبعا حبايبي مش ناسياكم في اي مكان بروحه، لو في مكان فيه تخفيضات او عروض على حاجات تخص البشره، العنايه الشخصيه، البيت، اي حاجه لازم اقول لكم عليها عشان تلحقوا تجيبوها باذن الله. بروح المطاعم بعمل عنها ريفيوهات لو لقيت المطعم يستحق التجربه. طبعا بحكم شغل جوزي ان هو بيتنقل في المملكه كلها فبخرج معاه، فان شاء الله هنلف المملكه كلها، هنروح اماكن جديده، هنشوف احلى الاماكن فيها، وهنقضي اجازتنا ما بين مصر وما بين السعوديه واحتمال بره المملكه. فلو عجبتكم القناه ما تنسوش تتابعوني. الله يوفقها يا رب، وزي ما قلت لكم روحي عندها يا بنات وشجعوها. شكرا حبيبتي موني لاختياري لهذا الاعلان، الله يوفقك يا رب. زي ما شفتوا الحين كذا انا بديت كذا اخلص اشغالي بالمطبخ، كنت مسويه عشاء. اذا حابين انزلكم الطريقه بفقره على الماشي، كنت مسويه سندويشات لحم وبطاطا على العشاء، طلعت خرافيه خرافيه، طلعت من جد. في يوم خلصت كذا قلت ابغى اشيل المواعين كلها واريد ابدا اغسل. انا من الناس اللي ما احب انام. جربوا يا بنات لما انتم تبغون تنظفون، يعني تبغون وقت لانفسكم، حاولي تخلصين المطبخ من قبل ما تنامين، لا تنامين وتخلين المطبخ. البيت ما يخالف بس المطبخ لا، قد ما قدرتي حاولي ان المطبخ يكون نظيف، تصحين كذا من النوم جسمك مرتاح والشغل المهم انجزتي. لاني اعتبر المطبخ شريان البيت، اذا هو خلص شغل البيت يخلص. يا بنات انا كل يوم حبي لكم قاعد يزيد، ما شاء الله قاعدين تكبرون، كلماتكم رسائلكم احس قلبي مو مستوعب هذا الحب. ادخل واقرأ التعليقات، اقرأ التعليقات، يعني شكرا لكم، انا ممنونة لكم من التعليقات الحلوة اللي قاعدة توصلني. الله يحفظكم والله يرعاكم جميعا، مشكورات مشكورات على كمية الحب اللي قاعدين تعطونها ام سارة. الله يسعدكم والله يجزاكم جنات النعيم على الحب الكبير اللي قاعد، الحب الاحترام التقدير، شكرا لكم من قلب قلبي. حتى لو ما اعطيتكم قلب تراكم بقلبي هنا. شوفوا والله اني اقضي معاكم وقت اكثر مما اقضي مع اهلي، اني اقضي معاكم وقت يعني واستمتع انا معاكم، اكيد استمتع مع اهلي، بس انتم عائله ثانيه لي، انتم خوات امي ما جابتهم. الله يحفظكم يا رب. طبعا بدخل الحين بالتفاصيل. شوفوا الفرن حقي، اللي يسالوني على الفرن حقي، الفرن حقي قليم غاز ايطالي، سعره يا بنات 2000 ريال بس السطحي، صراحة ما يصرف كهرباء لأنه من فئة 1000 يعني،
اللون الأخضر ما يصرف نهائياً. ممتاز ممتاز. طبعاً الفرن لحاله بدون الشواية. ها طيب الحين أبغى أجي هنا إلى مسح الرخام. كمان بنات سألوني على الرخام حقتي، والله يا بنات إني ماني عارفة لا لونها ولا عارفة اسمها. اللي يعرف إنه رخام صناعي، فصلت مطبخي أنا عند مطابخ الفيصل من زمان طبعاً، بس ما شاء الله تبارك الرحمن بطل عاد هذه الرخام الصغنونة. هي اللي كانت جديدة وكانت يفترض هي تكون جديدة، بس مع الأسف كانت سيئة اللي ركبوها لي. الحمد لله على كل حال، يبقى يعني مو بيت ملك، فلما أطلع ما راح أخذه معي يعني. المهم خلصت كذا خلاص ودخلت كذا على المواعين أريد أطبقها. كان عندي كومة من المواعين، سبحان الله المواعين تتكاثر. شوفوا يا بنات من هذا المنبر أنا حابة أقول لكم كلمة، اللي ما عندها مجفف الملابس بعد استخدام طويل له يا بنات جيبوه، لا تترددين تجيبين مجفف الملابس ولو لحظة، ولو لحظة لا تترددين تجيبينه. خلاص انتهت معاناتي بالغسيل، لا للغسيل عندي الحين اليوم تشوفون عندي شوية ملابس صارونا بغسلهم فقط، أنا أبو سارة ولا أي شيء، دائما سلات الغسيل عندي فاضية من بعد ما جبت المجفف. أول كنت أشيل هم الغسيل صراحة، ويلا وراي كومة غسيل وأريد أغسل وأطلعي شري وبعدين أدخلي أطوي. الحين لا، على طول من تخلص دورة بالمجفف على طول تخلص حارة كذا أطلع أصفطها طوالي للدواليب، وبعضه يطلع مكوي تخيلات. فقمة بالراحة، اللي ما عندها المجفف تاخذه يا بنات. المجفف حقي اسمه وستينغ هاوس أمريكي، أنا سويت معاكم عنه تقرير كامل في القناة، تلقين الفيديو موجود في قناتي يعني فوتي عليه. برضو يا بنات اللي ما عندها جلاية المواعين تجيبها، أنا عارفة أن البعض يتعب بشغل البيت والبعض ما عندها قدرة أنها تجيب هذه الأجهزة، بس اللي ما عندها الله يرب يرزقها ويفتحها بوجهها وتجيب كل اللي تبغاه، واللي عندها قدرة جيبيهم لا تترددين. خلاص كذا شلت المواعين كلها، وصراحة المواعين اللي كانت بالمجلة دخلتها جلاية المواعين، بس ما شغلت الجلاية عليها لأنه زوجي أوقات يسهر المجلس تمام. واحدة تقول لي ليش زوجك يسهر؟ ليش يسهر يعني زي أي رجال؟ أوقات ما ألقى إجابة أحتار. عادي يعني يسهر بمجلسه، يحط مباراة، يحط شيء يتفرج عليه، مو زينا إحنا الحريم نتعب ونحط راسنا وننام. أنا نام بدري صراحة. المهم فيوم اصحى الصبح القى صينية المواعين جايبها للمطبخ، فالقى المواعين ادخلها للجلاية تنغسل من مرة. وخلاص هذا مطبخي خلاص خلصت. الحين الى وين؟ الحين الى فراشي. طبعا سارة كانت نايمة وانا بروح انام، تقريبا الساعة عندي الحين هنا تقريبا 10:30، ابروح احط راسي وانام. دخلت كذا فراشي الدافي، كنت متليشة ونعسانة و خلاص يعني شكرا، شكرا لي وشكرا لكم وشكرا لأي أم عاملة، أي أم يعني تشتغل في بيتها. بس خلاص كذا أطفي النور وغمض عيوني وأحلم ومستانسة أن المطبخ نظيف. تصبحون على ألف خير. كذا أقولكم صباح الفل، صباح الخير، بديت صباحي على طول. قلت أودي سارونا، بدت السيارة تطنطن، خلوني أربط حزام الأمان. قلت أخذ سارونا وين؟ أخذ سارونا للروضة. طبعا أول الأيام أنا أنزل معها صراحة، هي ما تصيح اسم الله عليها ولا شيء، بس يعني تشجيعا لها بأول الأيام كذا، هي خلاص طبعا قلتها تعودت على الحضانة والروحات والجو الأجواء المدارس وكذا، فأبوديها الحين للروضة. طبعا بكمل السوالف، بس الحين أبغى أوقف وين؟ أبغى أوقف عند البقالة. قالت لي ماما اليوم ما أريد لانش بوكس، أبغى أنا أشتري من البقالة. قلت خلص اليوم هي تريد تشتري، بناخذ لها فطيرة وحليب وكذا. هذا حنا مع سارونا هنا، سارونا طبعا محتارة، أخذت مصاصة. شوف وريني ماما وش خذيتي، رصاصة، وخذينا هنا فطيرة. يلا وبعد ها؟ حطي كيس يلا. خلاص يلا تعالي خذي حليب، حطي يلا تعالي خذي حليب. وش تفطرين ماما؟ وش تشربين هناك؟ طيب لازم تشربين يا ماما عصير عادي. يلا خذي عصير، ايش تبغين عصير؟ خلاص كذا خذينا اللي تبغاه من البقالة وطلعنا.
طبعا اللي مهم عرفات سارة وش وضعها. سارة بالروضة كيجي 2، السنة الجاية بإذن الله تعالى كيجي 3، والسنة اللي بعدها بإذن الواحد الأحد أول ابتدائي بمشيئة الله. الحمد لله الروضة قريبة من بيتي، فحسيت أنها لازم تدخل روضة، حسها تتهيأ على المدرسة كويس. طبعا أنا جايبة لسارة مدرسة خصوصية، أمس كانت عندها مدرسة مصرية الله يسعدها يا رب، ممتازة ممتازة ممتازة، بادية معاها بالأرقام وبادية معاها بالحروف. سارة تعرفها أصلا، الأرقام تعرفها سارة، بس كتابة ما تعرفها، والأرقام لا مو زيادة حافظتها، حافظتها بشكل عشوائي فهمتوني. فبدت معاها تأسيس من أول وجديد. طبعا بدت معاها مبارح، عفوا بدت معاها تقريبا لها يمكن أسبوع، تعلمتها على 1 2 كتابة ونطقا، كتابة نطقا عادي، بس كتابة هي اللي عندها مشكلة برضو، تعودت ألف باء، صارت تكتبهم باحترافية ما شاء الله تبارك الرحمن، فالحمد لله يعني. فقلت يلا من الروضة كمان هنا يصير تعزيز. طبعا أنا راجع لها برضو من وراها، أنا بس جبتها لغة عربية وقرآن كريم فقط، قلت لها باقي تبدأ معها بالقرآن الكريم واللغة العربية، تأسيس مظبوط، حتى القرآن يكون القرآن بصوت هادي بصوت مجود. فالحمد لله أمس بدينا معاها من سورة الفاتحة، هي حافظتها بس بطريقة عشوائية برضو، طبعا سارة صغيرة عمرها 4 سنين و5 شهور، فبدت معاها يعني بطريقة تكون راكزة فيها بالكلام وراكزة فيها. فبدت معاها بموضوع القراءة بهدوء وتجويد، ما نبغى سالفة هات ايدك والحقني، لا ابغاها يعني تكون يعني فيها ركازة شوي بالقراءة. فأنا أروح معها أول الأيام علشان أجسرها، متعودة هي، بس يعني تحفيزي إنه ماما كانت معي أول الأيام بروضتي وكذا، بس شغلت كذا أسبوع وبعدين خلاص أعتكها. طبعا يا بنات خلاص أنا نزلت بنتي بالروضة، صار بيفصل الله لا يوريكم. شوفوا هم ما شاء الله العدد كبير بالروضة، بس الروضة رائعة 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 فوق كلمة رائعة شوية عليها، والمدرسة حقتهم يعني كبيرة بالعمر وقورة، تحصل عندها خبرة السنين ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يا رب يبارك لهم. فقسموا أتوقع أن الأمهات يتهافتون على هذه الروضة، يعني ممتازة الحمد لله توفقت فيها يعني. فمن كثرة عدد الطلاب قسموهم إلى مجموعتين، خلاص مجموعة A ومجموعة B، تمام. سارونا يفترض أنها تكون من مجموعة A، وقسموهم على أيام محددة. اليوم سارة ما عندها أصلا، فبعد ما نزلتها ورجعت أنا بالشارع كذا أمشي، فتحت جوالي وصلت رسالة من الجروب حق الروضة، كتبوا يا أمهات في مطارة، هذه المطارة لمن؟ قلت خلني أدخل أشوف، يوم دخلت لقيت مطارة سارة. بس دققت إن اليوم دوام المجموعة بي مش دوام المجموعة إيه. يا الله قمت دقيت على مدرستها إنسانة زي الورد، خلاكة عالية ما شاء الله. قلت لها الله يعافيك، أنا اليوم بنتي ما عندها، بس أنا لخبطت وجبتها اليوم، أروح أخذها ولا أتركها ولا وش أسوي؟ قالت لي لا خلاص نزلتيها خليها مرة ثانية بس انتبهي لها. قلت يلا الحمد لله على خير، فنزلتها الحمد لله. خلاص كذا رجعت إلى بيتي، خذيت لي دش، وهذه الساعة عندي 8:45 وعندي شوية أشغال قلت أريد أخلصها. دخلت كذا للمجلس، تمام، شلت كمان العصير وبودي للمطبخ على فاضي، هذه أريد أحطها هنا، هذا على أثر قعدتنا أمس بالليل يعني. كمان ألعاب سارونا كانت موجودة أبغى أشيلها زي ما تشوفون، وبرضو هنا كان عندي شوية ملابس أريد ألمها. يعني شوفي أنا لما أرتب كنت صراحة أول إيش أسوي، كنت أول أدخل مثلا للصالة على سبيل المثال، حلو، أرتب أكنس أمسح الغبار وأطلع غرفة ثانية. الحين لا، صرت مو كذا، صرت أدخل على الغرف كلها أرتبها كلها مع بعض، خلاص خلصت أدخل بعدين إلى إلى الغبار، خلصت أبدأ أكنس. طبعا الغبار مو يوميا عندي صراحة أمسحه، لا محدد له أيام، بس عاد أيام العج لازم يمسح. جيت هنا لللانش بوكس، هذا حق سارون، هذا حق أمس، حق أمس بالحضانة حقتها مش الروضة، تمام. فهذا كان اللي باقي منه، قلت أبغى أشيله وأفضيه.
كنت عملت لها بطاطا مقلية وحطت لها كاتشب وخلاص شلت الأغراض كلها. هنا كنت داخل على أبغى أدخل على على ما أدري على اليوتيوب، ما أدري إيش كنت قاعد أسوي هنا، ماني عارفة، بس أوقات أتنح تتنيحات طويلة على الرخامة هذه بجوالي، أقرأ رسالة توصلني، أحب الرخامة هذه أفتح عليها الرسائل أقرأ فيها شيء، ماني عارفة ليش. المهم جيت هنا كمان أبغى أبدأ أكنس المجلس. المكنسة هذه يا بنات لازم تجيبونها، اللي الله بموسحها عليها والله يا رب يرزق كل وحدة تتمناها. أنا مسوي عنها تقرير بالقناة يا بنات، أنجزت عني شغل كثير بالبيت، كثير كثير، سريعة بشكل مو طبيعي وما فيها فيش تغثك. امشي وكنسي، لا تلتفتين وراكي، مسوي أنا عنها تقرير كامل في قناتي بالمرة يا بنات، حلوة حلوة حلوة، لا تفوتكم، تشوفونها معي أنتم بالروتينات كلها، تطلع دائما تطلع معي، وشحنها يطول، تنظف من قلب، تلم الشعر، تلم الغبار، تلم كل شيء، فصراحة مرة حلوة. في بنات قالوا يا أم سارة ما في شحن للسعودية، أنت كمل الخطوات كاملة وما عليك، هي تنشحن لك، فهمتيني؟ جيت الحين كذا شغلت التلفزيون بعد ما كنست وخلصت، أبغى أحط أكيد صوت القرآن الكريم، ما في زي صوت القرآن الكريم خصوصا الصبح سبحان الله، واختار سورة البقرة تعطي سكينة للبيت شيء مو طبيعي يعني، فأنا دائما أحب أشغلها عندي، وسبحان الله تعطي بركة عجيبة للبيت سورة البقرة تحديدا. خلاص كذا خلصت وقلت أبغى أولع الفواحة من مرة، جبت الفواحة الكهربائية حقتي، لازم تعبون الفواحات يا بنات مي مفلتر، ها، علشان ما تتسدد عليكم وتخرب، عبوها مية مفلترة. واحدة سألتني على هذا المضخ حق المي من وين يا أم سارة، شوفي أنا خذيته من موقع المنظم السعودي، صراحة جودته رائعة، والمنظمات السعودية توقع كذا اسمه، ماني عارف، أو المتجر السعودي، عفوا المتجر السعودي للمنظمات من عنده خذيته بالمرة، حلو. واللي يقولون يا أم سارة ليه ما تركبين فلتر، حنا عندنا يا بنات مشكلة أصلا، مشكلة تحت عندنا بنفس المي، ما عاد مو مشكلة بالفلترة، لا نفس الخزان به مشكلة، فهمتوني؟ المهم الحين ابغى اختار من الفواحات هذولا، هذولا كنت ماخذتهم من عنيزة، مرة يا بنات حلوات، تخيلوا لهم معاي قرابة 3 سنوات، بطلات والكمية راهية، اعطاني 3 علب ب50، هذا زيت عطري، واحدة خلاص خلصت امس، وهذول اللي بقوا منهم 2، اذا رحت القصيم باذن الله تعالى بروح نفس المحل، وان شاء الله يا رب اني القاه، ان شاء الله اني القاهم، روايحهم بالمرة حلوة وثابتة. خلاص حطيت كذا المعطر زي ما تشوفون وبروح اشغلها، مرة حلوة الفواحة هذه يا بنات، وروايح العطور صراحة تلزق. وأنا لاحظت شيء إن الفواحات هذه تطول ريحتها ما تطلع، أحسها تمسك بالأثاث الريحة، حتى لو لقيتي مثلا فواحات بريحة عود جبيها، شيء مو طبيعي، حسيت إن الفواحات هذه أفضل من شموع، وما شموع مرة تلزق بالأثاث، أوقات تقعد 3 أيام بالمجلس ما تطلع. أبغى أدور زي الزيوت هذه بس بريحة العود، أو إذا عندي عود أقطر قطرات يعني. المهم قعدت كذا بالارض، شفت شجره البوتس هذه اللي ربطتها معاكم بالانستغرام، ابغى شلت الميت اللي فيها وابغى ارشها، بس رشه مي كذا انتعاش، بس هي شاربه مي طبعا، بس ارشها مي ارجع لها الحياه مره اخرى يعني تنتعش. خلاص رشيتها كذا، وبرش كمان النخله، وخلاص خلصت من الجهه هذه. الحين بقعد عند نبته ثانيه، تذكرون اللي زرعتها معاكم بالانستغرام، وقت النقل لازم يصير في عندك نبات يموت لان التربه تتغير عليه، فهذه النباتات اللي صفرت عادي بلقطها كلها واشيلها، وابغى كمان ابغى اربطها. انا كان عندي هذا اللحى اللي هو هذا العمود اللي بالنص، تمام، هذا كان عندي من شجره ماتت بالبيت، فخذيت اللحى صراحه مره ميته وورسته داخل البوتس، وابغى الف البوتس عليه، فهمتوني، علشان تمتد عليها وتكبر يعني. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن على ما زرعتها معاكم، اخر شيء بالانستغرام ما شاء الله كبرت. بنات يقولوا لي يا ام ساره اكتبي لنا طريقه عنايتك بالبوتس، انا منزله يا بنات فيديو كامل بالقناه، والله ولا معلومه تكون عندي ابخل عليكم فيها، اني اعطيكم كل ما في جعبتي، الله سبحانه وتعالى اللي شاهد. شوفوا رفعت كذا الشجر، ربطته كامل علشان تمتد تمشي، واذا قدرت تلفينها على اللحى لفيها يكون افضل يعني، بس انا ربطتها كذا، كنت حاطه مطاطات، بس المطاطات انقطعت مع ازمان ضغطت كذا وانشدت، كمان رشيتها بالمي ورجعتها مكانها. خلاص كذا جيت كمان هنا، هذه اللي كمان زرعتها معاكم برضو، بس هذه زرعتها بالمي، حطيت فيها كمان يعني بوتس كمان علشان تجذر وتكبر، واذا بغيت اشتل منها بعدين اشتل، لان يا بنات في معلومه مهمه للبوتس، وقت تبغين تزرعينها بقصيص ترابي لازم يكون لها جذور، فاول شيء حطيها بالمي تجذر وبعدين انقليها للتربة، تمام؟
وكما جيت جليت المواعين، هذا من أثر أمس، هذه المواعين اللي حطيتها أمس، وهذه البقايا اللي كانت باقية على أثر زوجي، دخلت اللي أقدر عليه وهذا اللي بقى، خلاص وسكر الحين الدرج وشكرا. الحين أبغى هنا، عاد سارة كانت جت من روضتها تمام، وأنا كنت جيعانة أريد أفطر، أنا ما أفطر، فقلت يلا أبغى أسوي أنا وياها بيتزا سريعة سريعة جدا لي ولها. يعني اليوم راح أسوي معاكم بيتزا التورتيلا يا بنات، مرة خرافية وسهلة ولذيذة، وفيك تتفنني بأي حشوة، لا عجين ولا أي شيء، ولا أعجني ولا سوي. هذا الخبز اللي معاي أنا أخذه من ثلاجة النخبة، 8 أرغفة ب4 ريالات تمام. وعندي كمان بوك اللي بالأعشاب، إيش أسوي؟ أحط أول شيء طبقة من الخبز، أنت لو تسوينها لأولادك كل واحد حبة يعني تكفيه، لأن الكمية مرة راهية. فيك تحطين الحشوة اللي أنت حبتها من الموجود، حطي بصل، حطي ذرة، حطي زيتون، أي حاجة عندك بالبيت حطيها. شوفوا وزعت جبن موزاريلا كذا، وحطيت طبقة ثانية من الخبز. طبعا أنا راح أسوي نوعين، راح أسوي بالجبنة وراح أسوي بالزعتر. اللي بالجبنة هذه سارونة، واللي بالزعتر لي، لأنه سارة ما تحب الزعتر، سارة على أبوها، حتى أبوها مو من عشاق الزعتر زيادة، لكن أنا أحبه. إيش أسوي؟ حتى فيك تسوي لبنة، يعني تحطين لبنة فوق، تحطين جبن موزاريلا وتدخلينها تتحمر الجبنة، بعدين تحطين فوقها عسل، يطلع معك عش البلبل، بيحبونها أطفالك للفطور للعشاء، مرة الفكرة حلوة يعني. المهم شوفوا، انا وزعت الـ طبعا الفكره هذه مي من راسي للامانه، مشهوره هي اصلا على الـ على الـ على الانستغرام، بس حبيت اشارككم فيها للي حابه تطبقها. يعني وزعت كذا جبنه الاعشاب من بوك، مره حلوه ولذيذه خصوصا مع الوصفه هذه. وخلاص حطي اي جبنه انت حابه، جبنه سايله اللي انت حابتي حطيه. بعدين وزعت على حقتي شويه زعتر تمام، هذا الزعتر كان من خالتي عطيتني اياه، الله يربي يطول بعمرها، ورشيت كذا الزعتر على الوجه. والحين ابغى احط على الوجه جبن موزاريلا وادخلها للفرن، سريعه ولذيذه وحلوه. حابه تحطين نقانق، حابه تحطين مرتديلا، حابه تسوين بيتزا بالخضار اللي انت حابتي، احسن من سالفه العجن وما العجن، والله يا بنات يطلع ترف ويطلع بالمره حلو، بالمره يطلع لذيذ يعني. وخلاص رشيت عليه كذا، والحين وين؟ الحين للفرن بس من فوق، ها بس من فوق، لان الخبز مستوي، بس الجبنه تسيح وتاخذ لون. والحين تعالوا معاي، خلوني اجهز لك كذا كوب كرك. واحدة قالت لي ايش الكرك يا ام سارة؟ شوفوا كرك هو عبارة عن شاي بالحليب، ينحط معاه هيل، ينحط معاه شوية زعفران، يعني ينحط معاه شوية شوية قرفة او قرنفل، اي يعني معطرات انت حابتها. فانا اجيبه جاهز كذا، احب الجاهز، النكهة تكون فيه قوية، وابدا والله اسوي لي كوب مع على الريك حلو. طبعا هو ما هو نسكافيه ولا شيء، هو شاي بالحليب بس منكه. وكمان سويت لسارة حليب، وهذه يا بنات البيتزا زي ما تشوفون فنانة، قصوها عاد. ولقيت ان طريقة قص اي بيتزا لا تقصونها بالسكين، لقيت انها القص بالمقص افضل. تعرفون البيتزا اوقات لما نطلعها من الفرن تكون الجبنة لسه ما مسكت، تكون مرة لينة، فايش اسوي؟ بالمقص زي ما تشوفون كذا، اسهلكم، ولا الجبنة تتحرك مكانها ولا تطلع. خلاص زي ما انتم شايفين كذا، مرة يا بنات لذيذة، اي حاجة انت حابة تحطينها حطيها يعني. فنني لهم اي شيء، فيك تسوين لهم على الفطور، تحطينهم اياها باللانش بوكس راح يحبونها، فيك تسوينها على العشاء، يحبها الكبار والصغار، صراحة مرة لذيذة. طبعا سارة انا عبيت لها حليب، تشوفون فكيتهم من العلبة وعبيته بالكاسة، انا ما عندي علب كبيرة، فحطيت لها اياها بالكاسة، ابغى ادفي لها اياها شوي بالمايكروويف لانه بارد، وحرام هي يعني خصوصا الصبح ما احب اعطيها اشياء باردة يعني، الا اذا كانت مفطره يعني ماكله شيء بالبيت عادي ما عندي اشكاليه، بس قلت يلا دفي لها يا دام انه يعني بيتزا خليني ادفي لها الحليب معه. المهم حطيت كذا كمان الكرك حقي، ويا سلام، وهذا يا بنات الكرك صار جاهز. يلا تعالوا خلونا نقدمه بالصينيه، وهذه البيتزا شوفوا جربوها يا بنات، لذيذه وفظيعه وسهله وطيبه. فيكم تحطون لبنه وفوق شويه حبه البركه او الحبه السمراء، وبعدين شويه عسل بعد ما تطلع من الفرن، تطلع خرافي خرافية، تفك كمان أزمات للعشاء. خلاص كذا يلا عاد تعالوا معايا الحين، خلونا وين؟ خلونا نفطر. وجلست أفطر كذا بالأجواء الروحانية هذه، صوت القرآن الكريم عندي، اصنعوا لأنفسكم يا بنات جو. شوفي ما حد راح يعطيك السعادة، ما حد راح يهديك إياها، أنت اسعدي نفسك بالموجود، لا تستنين السعادة تجيكي، أنت اصنعي السعادة بأبسط الأشياء، تعلمي على الامتنان لأبسط الأمور. أنا ممتنة أن الله سبحانه وتعالى أنعم علي بيوم جيد، أنا ممتنة أني أشرب كوب نسكافيه براحة بال، هذه بحد ذاتها نعمة حاولي تستشعرينها.
دخلت كذا وين؟ دخلت الحين إلى غرفتي أبغى أرتبها. طبعا أنا بعد ما خلصت وقضيت يعني قلت خلاص وجهي على الغرفة خليها آخر شيء. دخلت كذا أبغى أرتب الغرفة، الغرفة هذا أول روتين تطلع فيه، الغرفة الجديدة طبعا السرير الجديد. طلبتوني رقم المنجرة بالانستغرام ونزلت لكم إياه على الستوري. حطيت كمان المخاط حقاتي زي ما تشوفون، كمان راح أفرش الحاف، يعني أرتب على قدر الإمكان الغرفة. طبعا بتقولوا لي يا أم سارة أي حبيتي أكثر، حبيت الغرفة القديمة ولا الجديدة؟ أكيد الجديدة ما بها كلام، لأن القديمة مهي ذوقي. برضو نابين نركب ورق جدران بإذن الله تعالى خلف السرير إن شاء الله بمشيئة الواحد الأحد، بس خليكم معاي قريبات. حطيت بطانيتي كذا وأبغى أبدأ أرش الغرفة. المعطر اللي معايا بنات معطر متجر بيت الورد، مرة فنان وحلو، بالمرة حلو بالمرة جميل جميل، ويمسك بالغرفة صراحة. يا بنات لما تعطرون مفاش كثروا شوي، تمام؟ لأن المعطرات تلزق بالفرش فتبقى ثابتة على قدر الإمكان، يبقى في ثبات، لكن لما ترشين بالجو يطير. بس حاولي لما تعطرين الغرفة عطري الأثاث مو الغرفة، لأن الروايح تلزق بالقطع، يعني فهمتوني؟ خلاص كذا شوف، حتى ستاير عطرتها، كمان ستارة الحديقة برضو عطرتها، كل شيء عطرته. الحين تعالوا معاي لدورة المياه. هنا إلى دورة المياه، تمام؟ عندي شوية غسيل لسارونا فقط، الحين ما عندنا غسيل بس لسارة. بوريكم الشامبو اللي أنا استخدمه لسارة، شوفوا يا بنات اللي عندها أطفال مرة حلو للأطفال، هذا هو برسيل يكون خاص للأطفال، تمام؟ بالمرة يا بنات حلو، أنا ما أجيب إلا هو لسارة بالمرة زين يعني. خلوني افتح الدرج، شوفوا الدرج مكان النيله. طلبتوني انزلكم طريقه الملابس البيضه كيف تنغسل، حاضر من عيوني بعطيكم اياها بطريقه فنانه تطلع الملابس زي الورده. خلاص الحين حطيت كذا الملابس. اما بالنسبه للمنعم ابغى اوريكم المنعم برضو، شوفوا هذا المنعم اللي انا استخدمه حاليا، كمان حلو اسمه مورفا، جميل كمان. طيب بحط شوية هنا كمان، ما كثر صارة شوية يعني، بس كذا شوية. خلاص الحين بسكر الغسالة، دايما أنسى الدرج مفتوح. ما عندنا غسيل، إحنا ما عندنا غسيل، بس سارونا عندها غسالتي يا بنات. أنا مسوية تقرير كامل عنها باليوتيوب، غسالتي سامسونج 11 كيلو ب4000 ريال، ما هي مجففة، أنا هذا مجففي وهذه غسالتي، تمام؟ خلاص خلاص كذا، هذا الغسالة بدأت تعبي مي. والحين خلونا نحط أكل للسمك. كلكم حبيتوا هذا الكنز، الصندوق اللي فيه الكنز. طبعا هذا أنا حاطته جوا الحوض، أنا اشتريته ب23 ريال يا بنات، فحسيت راح يطلع ديكور حلو جوا الحوض، شو أعطى منظر. وهذه السلحفاة الصغنونة أنا حطيتها كمان، هذه خذيتها من شين. حلو الحين أبغى أحط لهم أكل، بس قبل ما أحط لهم أكل أبغى أجيب الأكل. طبعا بعض البنات قالوا لي يا أم سارة سوي فيديو كامل عن العناية بالأسماك، بإذن الله تعالى معاكم خبيرة سمك شخصيا سنين يعني وأنا أربيهم. طيب شوفي أول حاجة، شايفة الكمية، في سمكتين تمام، وهذه ثلاثة، وفي هنا جوا أربعة خمسة ستة، وفي هنا واحدة، يعني أنا عندي بالحوض سبع أسماك. إيش الكمية يا أم سارة اللي تحطي لهم؟ دقيقة شوفوا، فقط هذه الكمية اللي أحطها يوم إي ويوم لا، مو كل يوم. انتبهوا أمعاء السمك مرة صغيرة، فإذا كثرتوا أكل يموتون، تنفجر أمعائهم جوا بطونهم وما تحسون فيهم، فهمتوني؟ فحطوا بالكمية هذه يوم إي ويوم لا، بس شوفوا شايفين، بس خلاص كذا الحين يطلعون ياكلوا، تمام؟ ويوم إيه يوم لا، لأن هذا الأكل يا بنات ينتفخ ببطونهم ويظل ببطونهم. تذكرون الحوض هذا، أنا وأنا أمسح هاك اليوم تفاجأت بشيء، شايفين اللي هنا؟ شوفوا شايفات؟ طلع الحوض يغير ألوان، أنا ما كنت أدري إنه يغير، شايفات؟ كذا طفى، كذا ولع، كذا لونين، كذا الوردي فات، أنا حابته باللون هذا صراحة، فبودي الأكل خلاص.
والحين تعالوا معاي خلونا نسوي القهوة العربية. أنا مشتهية القهوة يا بنات، بس راح أسوي قهوة عربية. بس خلوني أخذ فنجان، شغل الغلاية. بس شوف، كل مرة أحس إني شغلتها وأطلع ماني مشغلتها. خلوني أخذ كاسة. أنت خلين كاسة يا أم سارونا، مشتهية في هذه. طيب تعالوا معي إلى وين؟ تعالوا معي عند مكان القهوة. خلاص أبغى أسوي لي قهوة. هذه يا بنات قهوة سريعة التحضير، قهوة عربية سريعة التحضير. بس خلوني أخذ ملعقة. دقيقة، حط شوية قهوة. خلاص شوفوا، أبغى أوريكم أحلى قهوة ممكن انكم تستخدمونها، احسن قهوة عربية سريعة التحضير تستخدمونها. خلوني اوريكم اياها. شوفوا هذه يا بنات احلى قهوة عربية ممكن تجيبونها، اسمها اصيلة، ممتازة. في بالهيل وبالزعفران. انا ام سارونا احب اللي بالهيل، انا ام سارة احب اللي بالهيل صراحة، احب لك اكثر من الزعفران عموما بالقهوة يعني، فخذيت اللي بالهيل. بس ممتازة صارت بأول شيء كنت ما ألقاها، الحين صارت تنباع بكثرة يعني، فحيل حبتها. الكيس هذا يا بنات ب4 ريالات. بس طول معي لأنه أوقات أنا بسوي قهوة، أنا بشرب قهوة، أبو سارونا ما يريد، يعني أنا بتقهوة لحالي، فبالمرة فادتني وبالمرة أشوفها زينة وبالمرة أشوفها حلوة. خلونا نصب القهوة هنا عند حوض السمك الجميل هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سارونا خلاص نامت، قالت لي ماما نعسانة لأنها جاية من جت من الروضة. قلت لها خلاص نامي، كلت وشلنا الأغراض ونامت الحمد لله، وهذه قهوتي جاهزة. طيب أنتم عارفين إنه أنا خففت الحلا بنسبة، أقولكم ممكن تكون بنسبة 80% حرفيا، بس ما يمنع أوقات إنه أخذ قطعة. قبل شوي يوم طلعت مع أنا وسارة، شوف بحطها بالزبالة، جبت هذا تايم أوت، قلت أخذ قطعة. القطعة الواحدة يا بنات فيها 106 من الكالوري، يعني تعتبر مهي زيادة، فراح أخذ قطعة منها وأشربها مع إيش؟ مع القهوة. خلوني أفكها بس، أنزل هذه العلبة، أحب العلبة هذه فوق ما تتخيلون. كنت ماخذتها تخيل ب5 ريالات، بس حيل أحبها. ليش يا أم سارة تحبينها؟ هنا أعلمكم، بحط البسكوت هنا، هذا بحطه هنا. شيل كل أغراضي، خلاص هذه صفيها. شوكولاتة، سلام. خلاص حطها هنا. طيب وأخذ واحدة لي. يلا تعالوا معي الحين وين؟ تعالوا معي إلى غرفتي. الساعة عندي الحين يا بنات الساعة 9:30 فقط، 9:30 بدخل غرفتي. غرفتي اللي كلكم حبيتوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين تشوفون الراحة النفسية اللي بالغرفة. بسم الله، شوفوا يا بنات الغرفة كيف مريحة. شوفوا قاعدة هنا على التلفزيون، بقعد على التلفزيون. طبعا سارة نايمة بالصالة، تحب تنام على الكنبة تقول أريح يعني، قلت كيفك. شايفات يا بنات حيل القاعدة مريحة هنا، بالمرة جميلة الغرفة، كلكم حبيتوها. البعض قال ستايل قديم، انا عارفه انها ستايل قديم، اقدر اشتري جديد يعني، انا اشتريت واشتريت، فاقدر اخذ جديد يعني، ما في شيء يمنعني، بس اني انا احب القديم يعني. طيب خلوني اشغل التلفزيون. اتوقع كنت اتفرج على نور قبل ما انام، اتوقع على ماميز تي في. خلاص الحين ابغى اقعد استمتع بقطعه الشوكولاته حقتي وفنجان القهوه. شوفوا يا بنات المره اللي فاتت يوم مريتكم غرفتي، رغم اني قلت داخل الفيديو ان الصوره اللي فوق السرير لازم تتغير وتنجاب صوره اكبر، ذكرت داخل الفيديو في كل التعليقات يا ام سارونا جيبي صوره اكبر، اي انا خبرتكم اني بجيب صوره اكبر، انا موصي اصلا من موقع، فاستناها توصل باذن الله تعالى، حاطه هذه مؤقتا تمام. وبرضو مو بس صوره، بنحط ورق ورا الـ ورا الـ ورا السرير. خليكم بس قريبات، بس مو الحين يا بنات، ابغى اقعد لي ابو اسبوع كذا لاني منهكه بعد التغييرات الاخيره اللي صارت. لو تلاحظون انا مقله شويه بالروتينات، لاني بنات كتفي الى الان يوجعني من الشغل اللي مريت فيه الشهر اللي فات. المره تعبت تعزيل المطبخ انهكني، مو الغرفه، المطبخ اللي ذبحني
الآلة ما تنظف وركبت الورق وكأنه كأني سويت مطبخ من أول وجديد، فتعبني صراحة. فالحين بقيت كذا أستمتع بفنجان القهوة حقتي وأطالع التلفزيون. كذا أكون وصلت معاكم نهاية الفيديو، انتظروني فيديو جديد. أحبكم لله وبالله. حابة أقول كلمة صغيرة، فتحت قناة جديدة، مو قناة جديدة، شفتوا قناتي تبع الحكايات، راح تصير حكايات وفيديوهات قصيرة اللي هي فقرة على الماشي، راح تتحول للقناة هناك باسم جديد وأفكار جديدة. راح أخلي لكم رابط قناتي الثانية تحت في صندوق الوصف إذا أنتم حابين فقرة على الماشي، لا تفوتون القناة الثانية. أشوفكم على خير بإذن الواحد الأحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.